حاشا غد السيل ينز دامنا حتى يند السيل غير الدنيا حاشا غد السيل ينز دامنا حتى يند السيل. السلام عليكم. منذ الموسم الأول برنامجنا وحنا كنجولوا المغرب من شرقه لغربه من شماله لجنوبه باش تعيشوا معنا مختلف التظاهرات الثقافية، ومن بين المواعيد اللي اكتشفتوها معنا في برنامجنا مهرجان تارقالت في محاميد الغزلان، فكان لابد أننا نحضروا لدورة هذه السنة، الدورة العاشرة اللي غادي نخصوا لها الجزء الأول من عددنا اليوم. شوفوا العناوين. نلتقي في بداية العدد مع صديق للمهرجان الفنان عزيز السحماوي الذي يشارك في تراجالت لثاني مرة تحت خيمة صحراوية. تحدثنا معه عن الروابط التي تجمعه بالمنطقة وبأهلها وبخصوصية موسيقاه وآلة غوني التي لا تفارقه. أصولها مغربية وبالضبط من أصيلة، لكنها نشأت بأمستردام، نمط عيش أوروبي لم ينسها عشقها للريبرتوار الموسيقي المغربي وبالضبط للون الصحراوي والإيقاع الترقي. هي سميرة التي أنشأت رفقة عازف القيثار الهولندي باس مشروعا موسيقيا أسمته سميراز بلوز. قادر ترهانين واحد من النجوم الشباب في الموسيقى الترقية، فنان جزائري أقنع عشاق هذا النوع بأغاني ناجحة كانت أولاها ترهانين فاختار أن يحمل اسمها. في جلسة شاي سنتعرف أكثر على ابن برج مختار جنوب الجزائر. جاءوا من مناطق السويد الباردة ليعرفوا سكان صحراء محميد الغزلان وزوارها بتقاليدهم وبنمط عيشهم. هم أفراد عائلة تنتمي للسامي وهم السكان الأصليون للسويد ولبلدان مجاورة. التقينا بهم لنتعرف على طريقة عيشهم وعلى موسيقاهم. نغادر بعد ذلك المحاميد لنتوجه للرباط، هناك سنزور حديقة التجارب التي احتضنت معرضا تحت عنوان إيتا دورجانس، مجموعة لوحات وتركيبات من إبداع فنانين سنلتقي ببعض منهم ليحدثونا عن مقارباتهم الفنية. في خانة المسرح زوم على مسرح أكواريوم، تجربة تعتمد على قواعد تياتر فوروم والتي تشرك الجمهور. تفاعل لمسناه خلال عرضي الدري والتشربكة في المركز الثقافي بأجدال، وهما عرضان يزاوجان بين الفن والتحسيس بقضايا اجتماعية. بدأنا العدد بالموسيقى، نختم بالموسيقى مع الفنان التونسي نضال يحيوي الذي يبحث في التراث الموسيقي للمنطقة التي ينحدر منها وبالضبط اللون الموسيقي الشاوي التونسي، فيمنحه قالبا عصريا متجددا نتعرف عليه أكثر في نهاية لقائنا اليوم. هو صديق للمهرجان والمنطقة محامي الغزلان اللي صور فيها فيديو كليب ديال واحدة من أجمل أغانيه نورية. عزيز السحماوي تلاقى بجمهور تراقالت من جديد، حضرت للعرض وتلاقيت به باش يكلمنا على علاقته مع المنطقة وكذلك على بعض أسرار موسيقته، موسيقى كتراوح بين الألوان المغربية والإيقاعات الغربية. ويا 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 يا ويا 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 يا ويا يا ويا ربي لفو مولانا جاو الناس جاو ديد الناس للمحاميد الناس جاو ديد جاو الناس للمحاميد يا ويا شي بجمال وشي بحديد اللي جا من بعيد شقدر عازيد وزيد اللي جا من بعيد شقدر عازيد وزيد يا ويا هاد الموسم هاد العيد ويا 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 يا ويا 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 يا ويا يا ويا ربي لفو مولانا. الله الله ايه أمبيريكا بنت عمي حسي قانقا في الكتاوة
ويريك أفنت عمي حصيق عن قاف الكتاوة هيا ويا ربي العفو المولانا كابنت عمي حصيق عن قاف الكتاوة ويريك أفنت عمي حصيق عن قاف الكتاوة هيا ويا ربي العفو مولانا لافو 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 مولانا لافو 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 مولانا هيا ويا ربي العفو مولانا. حميد الغزلان فيها واحد السحر واحد الجمال تخليك ترجع، يعني أول حاجة تتخطر للبال هي هذيك الشوفة الأولى ملي تتجي تتخرج من الطريق حيث الطريق تتقاضى يعني الكودون وما تيبقاش، تدخل في لابيست وشوية تيوليو لي دون، منظر ساحر يعني عجيب، بحر ديال الرمال دونك شي حاجة خلابة وجميلة جدا تتخليك بأش من سحر دو كل ماجي ما عرفتش، طبيعة تتخليك ترجع تتولف هاد الدنيا هادي. وإلى جانب هذا الترحاب ديال الناس، عاوتاني الناس هنايا تيرحبوا طبيعة بحكم البعد وما كاينش البراني بزاف، الناس ملي تجي عندهم تفرحوا بك. بما ان نوريات تكتب هنا في هاد الفضاء هذا، رجعت ودرت كان في خاطري ندير كليب عنده علاقه بالمنطقه وعنده علاقه بالنغمه وسي عنده علاقه يعني بلا ميلودي اللحن، ودونك صورنا الكليب ديال نوريا اللي هنا اون نوار بلون يعني الابيض والاسود، ويعني ما بيش لا باس به مزيان، يعني الكلام تينسجم مع الطبيعه وتخلي بنادم يسافر واحد شويه في هذوك العبارات. من عشطار وتلقوا صبوره ومن كل السعدات والفي غيب 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 لخزين غيب فيه غيب غيب خلات الوردة تجري النخلة والعصفورة تزغر تزغرادات خلات الغاشي ميسورة الولياء والسادات عدوا المحاسن مسطورة فتأبت شهادات والفي غيب 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 لقزين غيب فين غيب غيب غياب والفي غيب فيه وسيل غيب 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 وسيل غيب فيه. هذا جنيبري ولا جنبري ولا نقوني ولا وتار، يعني بما انه انسترومون ديال الوتار دونك فيه وتر دونك اوتار، وانا بالنسبه لي نقوني لان في مالي تيقولوا نقوني وفي السنغال تيقولوا نقوني، ولاني هو بحال جنبري يعني مصايب على طريقه جنبري، في ثلاثه ديال لي كورد يعني ثلاثه ديال الوترات، هذا في الجنبري تنسميوه الدير لانه هو الغليظ زعما هو الصوت الكبير، ولو انه هنا رقيق شويه، وكاينه النتيوة هذه الرقيقه وهذه تنقولوا لها التحتيه، تتلعب على الوتار افيك لا تكنيك ديال الجنبري فيها شويه ديال السلاب، وليني هو في لي زيغو انا اخترته لعب بنقوني لان الجنبري يعني لي فريكونس دو باس اي لا باس اللي عندنا في الجروب ما تتخلطوش مزيان، يعني لي فريكونس ما تلاقموش، هو داكشي علاش اخترت النقوني لانه يسماغي بيان تخلص مزيان مع لا باس ومع لي زوطخ زانسترومون ولقى بلاصتو. اون ابروفيز كيلكو شوز يا رسول الله.
لا لا صلى نبينا يا رسول الله نبينا الجمهور عزيز عليه تجيب جديد ولفناهم نجيبوا الجديد، وبما اننا تنجتهدوا في العمل زعما ديالنا وتنحاولوا ما امكن ما نبقاوش في هذيك الروتينيه اللي تتقتل بنادم باش ما تجدد باش ما مزيان، يعني في العمل ديالو تيتجدد وكانه في حله بيضاء، ماشي بيضاء، في حله جديده. بغيت نقول بيضاء يعني شي حاجه نقيه وجديده، وهادشي تيخلي الاجواء يعني في الاطار ولا في المحيط ديالنا تزيان، وكاننا نزين الطبيعه، تنزينوا الجلسه، تنزينوا اللقاء، وتنجددوا المحبه. يعني ملي تجيب الناس تجيب لهم شي خدمه جديده ولا شي عمل جديد تتفرحهم وتنفرحوا حتى حنا راسنا، يعني كوم سي اون سو بروف كيلكو شوز، خصنا نشوفوا واش باقي نقادين على شي حاجه ولا تقادوا لينا. دونك تنخدموا دائما تنجيبوا الجديد، وهذه المره كاين مواضيع جديده اللي في بويتيك ترانس، يعني في الحاله الشعريه اللي هو الحاله الشعريه اللي هو الالبوم الاخر، وصيغه في قالب جيد، يعني في واحد القالب جديد واللي عجب في اوروبا، لانه بالنسبه لي وكانه صله تواصل كوم ان بون، يعني واحد الجسر بين الثقافه ديالتنا وبين الثقافه الاوروبيه. واخا الموضوع تيخص هنايا واللحن تيخص هذه المنطقه، ولاني خلينا يكون واحد شويه روك، واللي هو افريقي حتى هو، يعني بحال البلوز وبحال الجاز، يعني كاع هاد المنابع اصلها افريقي. ف خدات واحد الانتباه، خلات الاوروبي ينتبه وسلباته نوعا ما وعجباته، وبالتالي بالنسبه ليا كان وكانه واحد يعني صله وصل او جسر تربط افريقيا باوروبا وبالعالم باسره. عصفات رياح في البحر وتهول السفر والنفس شهيقة، غزلات الزايخة وزار وتخبل الصبر عودة ربيئة، مشكون يا سيدي مرحبا أنا الهوى كل شي عندي، الريح المليح بغات دايخة تبات وكل خطوة يحوف نور رام عمدة، كل شي في الناس في دروب هايجة كالهيب النار اللي قادي عوافي مألفة في السر الخات اسمها تبان عاد شعيلة. سميرة دينان مغنية مغربية أصلها من أصيلة، تولدت وكبرت في أمستردام، قصتها مع الموسيقى تطورات من اللي تلاقات مع عازف الجيتار الهولندي باس جاكر، خلقوا بجوج مشروع سميراز بلوز هنا في مهرجان ترقال، تشاركوا المنصة مع أعضاء مجموعة تروان تينيري. سرت الكاميرا والدمع السالي سمرة راهي مزال من حب السمرة راهي مزال
les deux, on a joué beaucoup de la musique arabe en Hollande. Et j'étais en train de faire un nouveau projet, d'écrire les chansons inspirées par le sud du Maroc, parce que je suis ici beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps ici. Et lui m'a contacté pour essayer quelque chose. Et moi, je ne savais pas, il joue la musique d'ici ou bien musique arabe. C'est très difficile de trouver un guitariste Touareg à Amsterdam. Mais j'ai trouvé Bas. Parce que lui, il joue la guitare classique. Il joue très vite les mélodies. Et c'est très important pour cette musique. What attracted me to the music in general is like some kind of a really. ما جلبني في هذه الموسيقى الطاقة الروحانية التي تحتوي عليها وكذلك طابعها القديم. The rhythm and the groove is really important, and it gets some kind of really pure energy. الإيقاع مهم جدا فيها وتنبعث منها قوة إلى جانب صفاء ساحر. Has a lot to do with getting in trance. كل هذا يجعلك تدخل في حالة نشوة. Getting to this stage of lift off while we're playing, and that's what really attracts me. طورت أسلوبا موسيقيا خاصا. أقوم بضبط القيثارة على شكل مختلف حيث أخفف من الأوتار ليصبح الصوت منخفضا اعتمادا على خلفية إيقاعية ثابتة. وهذا ما يمكنني من مرافقة سميرة وكذلك من عزف السولو. Orchestra packed in the guitar because of the way I tune it. وبما أن الأوتار تتحرك فهذا يعطينا موسيقى آلات إيقاعية. Gives a percussive element to it. Deuxième fois que je vais jouer ici. Et normalement,
je fais une résidence d'artiste ici. Je échange ma musique avec les musiciens de Sahara ou bien les environs. Maintenant, on va jouer avec membre de Tarouan Tineri, un groupe de Ouarzazate, et je connaissais de avant. Et on a fait les répétitions à Ouarzazate une semaine, et maintenant on va montrer sur scène avec eux. I'm really looking forward. It's as Samira said, it's really. أنا متحمس جدا لمشاركتي هنا. في هولندا من الصعب إيجاد فنانين من هذا العالم الموسيقي. We try to work with also amazing musicians, but are not. وبالتالي أنا سعيد بهذه التجربة مع فنانين مغاربة محليين. This musical culture that is here. So for me, it was really exciting to witness like. These rhythms, these grooves, this pure feeling that I described. ومن الوهلة الأولى تيقنت أن هذه الموسيقى هي ما أحب وأود الترويج لها في بلدي. So this is how it's supposed to sound, and that's also something we can take back to the Netherlands. I hope. Yes. We are eager to discover you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good luck. أشبال لكم دابا نمشيو ناخذ كاساتاي مع فنان شاب هو قادر ترهني من مواليد جنوب الجزائر وكيتعتبر واحد من ابرز رموز الجيل الجديد ديال الاغنيه الترقيه. كتلقى الاغاني ديالو اللي كيأديها بلغه التماشيق اقبال كبير هنا في المنطقه. اجيو معايا باش نتعرفوا عليه اكثر. السلام عليكم كادر، مرحبا بك في برنامج دوزيام ماغ ومرحبا بك في محمد غزلان. بكره وخير طبعا. كادر ترهانيم ماشي اسمك الحقيقي، هو اسم الاغنيه اللي عرفتك بالجمهور. عاود لينا هذه القصه هذه. اي شغل الناس، هو كان فئه الناس عرفني في المناطق اللي نسكن منا ونقصر فيهم. بصح كي سجلت 2011 البوم الاول اللي سجلته، ما كانش الناس يعرفوا سميتي بزاف، ماشي زعما جنرال. كي كانت اغنيه على سميتها تراني تقلي دارت بزاف، كاع الناس عجبتهم وسمعوها، كاع في الجزائر، كاع في افريقيا تقريبا، كاع حتى في اوروب بزاف ناس سمعوها. تما نعرفوا بلي سميتي، عرفوا بلي سميتي السيد اللي غنى الاغنيه سميتو كادير. خلاص كنت تقول لي كادير لك اللي غنى تراني تقلي، غنى تراني تقلي، خلاص لصقت اغنيه اسميها كادير تراني. مشات ما نقدرش نحس الشعويذ راه لي ماشي ندير روحي. اسمك الحقيقي كادير شنو هو؟ عبد القادر ابو بكرين. اوكي ناخذ اتاي. اتاي تاع محمد، اتاي ديال محمد، اتاي ديالكم. شكرا. اتاي ديالكم قويه على ديالكم. انا تشربوا الدوق شويه خفيف على تفضل. شكرا. صحه. إذن أنت من مواليد الجزائر، جنوب الجزائر، وفرقتك كتضم فنانين من الجزائر ومن شمال مالي، هو صلة تواصل بين البلدين. مخلطي بس كانت أنا نخدم موسيقى نتاعي شغل أصلا وين كان توار كامل شغل اللي يسمع موسيقى نتاعنا. توار كان في ليبيا، كان في الجزائر، كان في النيجر، كان في مالي، كانت شوية في بوركينا، كان شوية في موريتانيا. زعما المناطق كومبلي نمشي ليهم، قص الحفلات تما وندير الاعراس وندير كلش حوايج. هكا شو الموسيقى نتاعنا جات بين
بين الدولة للخمس سنة. وانت كيفاش كتوصف أسلوبك الموسيقي؟ هو بلوز توارق؟ هي معروفة بلوز توارق بصح هذاك فيها بزاف لي زيستيل دوكا شغل خلطوا فيها بزاف. هي صح معروفة في الأول بلوز توارق بصح هي أصلا الموسيقى التركية جات من موسيقى تندير تعرفها تندير يخدموها الشيبان التركية كيما لالا بادي جات اليوم تغني في المهرجان غدوة شغل الموسيقى تقليدية من بعد شوية شوية هذيك الكلمات تركوا اللي طوروا داروا في القيطارة أنا في السبعينات ولا الثمانينات داروا في القيطارة خلاص حتى حنا ولينا كيف متبعنا قلب تيناري وين وقلب تركفت سبيتي عبرا فيا وطوال القير الدنيا الغطارة تلقيك مازال القير الدنيا تلقيك مازال سمرة توبي توبي لا تقولي لا لا وانا حبيتك والقلب توالا وانا حبيتك والقلب توالا سينا غسان سرهق سيجي واهيد تلمد سويق سيجي واهيد تلمد سويق السمرة ايوه فليب فور وانا والقلب كادر عندكم ثلاثة ديال الألبومات آخرها إيكاوين 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 كلمنا على هاد الألبوم إيه ألبوم الأول مشي ألبوم مشو الأوفيسيال جست ألبوم درنا سجلنا هكا أنا وصاحبي وصحابي زعما في كارتسون مشو الإمكانات عادية مشي حاجة بروفيسيونيل هذاك اللي عرفنا جات كادر تراني عرفوا ناس كادر تراني من بعد 2014 سجلنا ألبوم الثاني سميتو فوز دافوز سجلنا في الجزائر من بعد السنة الثالث في باماكو سميتو إيكيوين علاش كتتكلم الأغاني ديالكم؟ ما وضع اللي كتطرقوا ليها؟ احنا غالي نتاعنا نتكلم على كلش زعما نتكلم على معاناة الناس الصحراء بدو الرحل ما عندهمش الماء ومشاكل اللي صارت في أفريقيا باسكو احنا دوكا في مالي وفي نيجر ولا في ليبيا عندنا خوتي عندنا ولاد عمي تما عندي كل بلاصة كل يوم نسمع يتوفى واحد كل يوم يشغل عندنا بزاف خطرات عندي خالي في مالي وعندي عمي في ليبيا وعندي شغل احنا هاد الحدود ما كناش نعرفوه بكري قال الحدود هذا الشيء حاجه جديده عرفنا بلي كاين الحدود سميت نعرف بلي كاين الجزائر صح جزائريين احنا بصح الناس الكبار ما يعرفوش بلي كاين الحدود يحسبوا الارض باسكو الناس رحاله زعما وين كان الربيع يمشي كان في الجزائر يمشي كان في مالي يمشي ما كانوش يعرفوا بالحدود من بعد كي جات الحدود راكم نعرفوا بلي كاين الحدود بس تلاجق الدنيا هاسم جان ما
درتي اغنيه مع المالي سيدي كي ديباطي اللي كتكلم على الوضع في البلد في مالي. يا شغل داروا شغل موسيقى هي شغل هما داروا اتفاقيه في 2014 ولا 15 ما نعرف في الجزائر بين الشمال والجنوب، بصح ما كانش احتفالات ما كانش حتى حاجه شغل. دوك اي حاجه كي تكون اتفاق الحاجه لازم موسيقى هي الاساس، موسيقى تجمع الناس، موسيقى تدي الرساله، موسيقى تدي السلام. يا بصح باسكو موسيقى تدي الميساج ديال الحاجه في الساعه ما يطورش كما باسكو حتى السياسه عندها دور بصح ما كانش كيما الفن. كادر شكرا، كنتمنى لك المزيد من التالق. شكرا نكملوا كويز ذات ساي تمشق اكال الليل نرامتنا واتخذ منن نرامتنا وتطفنن كلت ما الشق أكال الليل مرامتنا وتاخد منن مرامتنا وتطفنن صحراء محمد غزلان وحرارتها تلاقينا مع رحل، جاو من بلاد معروفة بالبرد والثلج. رحل من السكان الأصليين للسويد والمنطقة أو السامي، تلاقيت بهم باش نتقربوا أكثر من طقوسهم وتقاليدهم وطريقة عيشهم وموروثهم الموسيقي. تواس نورتا سوارياس لوكسو جوكا دكو ناستيو My name is Asla Simma and I come from Sápmi. اسمي Asla Simma. أصلي من سابمي، وسابمي هي أرض السامي. The first people of السكان الأوائل للسويد والنرويج وفنلندا وروسيا. And in Russia, we also have Sami people. It's first people. And we are nomads. نحن رحل نتنقل مع قطعان الرنة، وهذه أسرتي الصغيرة. And this is my family. This is إريكا. اسمي إريكا سيما، وهذا ابننا الأكبر عمره 10 سنوات واسمه He's 10 years old and his name is Yovna Sima. Yovna Sima. And this is وهذا الأصغر 8 سنوات. He is 8 years old. My name is Aigil Sima. We are people of 8 seasons. So every season تنقسم السنة عندنا لثمانية فصول، ولكل فصل أشغاله الخاصة، لكن عموما يرتكز عملنا صيفا على الاهتمام بالعجول التي ولدت في الربيع وفي الخريف. نجمع قطيع الرنة ونحضر قطع اللحم استعدادا للشتاء. وفي فصل الشتاء نتحول لمناطق أقل برودة حيث نجد المأوى والمأكل، ثم نرحل بعد ذلك لأعالي الجبال بحثا عن الأكل لقطيعنا. Food. And in spring
Then we migrate to the high mountains where there are fresh grass for the reindeer. And now we also combine it with إضافة إلى هذا نشتغل على صياغة مجوهرات تقليدية. Jewelry maker and artist, and I also do dwejje. Our handicraft, it's called dwejje. I do traditional. أصنع مجوهرات تقليدية من التراث السامي مثل هذه الحلي وهي نسائية. كما توجد مصوغات للرجال يستعملونها لشد الملابس على هذا الشكل. هذه قبعة تقليدية من المنطقة التي أنتمي إليها وهي يوكاسيارفي، وزوجي من كاروساندا، لهذا عنده قبعة وملابس مختلفة. للأطفال حرية الاختيار بين تقاليد والديهما اليوم. طفلانا اختار ملابس من منطقة أبيهما. So this is it's my wedding dress. ارتديت هذا القميص التقليدي في عرسي وهو من الصوف وبالتالي يحميني من البرد القارس. So it's very warm and it's made for Sápmi. أما هذا فهو من القطن وهو خفيف يصلح للجو الحار مثلا هنا في الصحراء. Especially for this trip. نقوم بلم حيوان الرنة في مجموعة على شكل دائري. وتضم المجموعة حوالي 2000 حيوان ونستعمل حبلا مثل هذا لقمصهم. هذا قرن لحيوان رنة عمره عامين. ويتعلم الأطفال كيفية القبض عليه ابتداء من سن عامين. تسمى أغانينا التقليدية اليويك ونشخص من خلالها أشياء أو حيوانات أو نقلد شخصا ما. Yum, 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 yum
نطويو صفحة تراكالت ونغيروا الوجهة، هذه المرة الرباط وبالضبط حديقة التجارب أو جاردان دي سي، باش نحضروا لمعرض إيتا دورجونس حالة الطوارئ، مجموعة لوحات وتركيبات وانستالاسيون أوديو وفيديو كتنسجم فيها الطبيعة مع الفن التشكيلي. Le jardin d'essai botanique de Rabat, situé sur l'avenue Nasser et la partie aval. On a démarré hier le 25 octobre la deuxième édition d'état d'urgence d'instant poétique. C'est un événement, c'est une proposition en fait, où j'invite les artistes contemporains de faire des créations à partir de ce jardin, dans l'espace public, dans un espace ouvert et non un espace fermé. Et ma volonté, c'est d'ouvrir, de s'ouvrir à un autre public, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de créer un autre temps aussi pour les artistes marocains, la possibilité de créer en dehors de leurs ateliers. Pour cette deuxième édition, ce sont 13 artistes contemporains qui m'accompagnent. C'est Younes Alhamoun, Khalil Bastaroui, Badal Hamami, Jamila Al-Amrani, Si Mohamed Morabiti, je me trouve derrière Bondo, Amina Agznay, Badal Hamami, Abdallah Al-Hassak, Si Mohamed Ftaka, Lina Al-Iraqi, et Driss Al-Arousi. Et en clôture avec la danse contemporaine avec Kamel Adissa et Lisa Dali. خالد، العمل ديالك فيه يعني فراشات، واش يعني اشاره لما يسمى بليفي بابيون؟ داكور، اكيد اكيد كاينه هذه الاشاره، وكما كنعرفوا في الاعمال المعاصره ديال الفنانين من بين الخصائص ديالها في المعنى يعني كتاخذ ابعاد متعدده. اكيد كاين هذه الفكره يعني اثر الفراشه في الاعمال، والعمل يمكن يكون تأكيد يعني كنسمعوها حيت هي غير مرئية، ربما العمل كيأكد كيقول ربما كاين هذا الأثر وكتنطبق حتى في الحياة ديالنا، يعني التكرار والتحريك ما هو إلا تأكيد بأن هناك يعني أشياء غير مرئية يجب زعما الانتباه والأخذ الأمور بجدية. عنوان الترجمة ديالو هو باللغة العربية في تناغم مع نقدر نقوله فوضى ولا الموت ولا يعني الحوايج اللي ضد الحياة، يعني العدم ولا كما كنعرفوا بيان سور الحياة ما فيهاش غير لو بونور ولا السعادة ولا يعني كاين واحد الكيليبر، مرة كنفرحوا مرة كاين عدم الفرح ولا دونك بيان سور كنشوفوا الفراشات كيتحركوا كيعطيو لنا واحد الإحساس، كاين واحد التجاوب داكور،
مي العنوان بالنسبه للعنوان بغيت نيكيليبري، ما بقاش غير الفراشات غير الفرح غير، دونك خصنا نكونوا فرحانين، كاين احاسيس كاين شعور كاين الطبيعه، ولكن في وسط من هذا الجمال راه عندنا واحد الجانب اخر اللي هو خصنا ناخذوه بعين الاعتبار ويتناغم مع هذه الحياه. انطلاقا من العنوان يعني باش نخلي الحركه ولا تثير انتباه ديال الجماهير ولا الناس اللي غيشوفوا العمل، كان خاصني ضروري نخلق هذا الموفمو، هذا ما يبقاش العمل جامد، وطلب مساعدة ديال أساتيدة اللي كيشتغلوا في شعبة الكهرباء. هما عبارة عن آلات صغار دي موتور مع واحد أردوينو، آلة ديال تحريك كيتحرك مع وجود الأشخاص ولا دونك فوالا. وكاين لامبريسيون سوغ بابي بالنسبة للفراشات، كاين بيان سو هاد الشكل ديال الأشجار ديال باش يتناغم شوية مع الطبيعة اللي هما الأسلاك، واللي خلاو شوية هاد الموفمو ديال الفراشات يبقى. Alors, comment vous avez collectionné, sélectionné ces cartes pour les exposer ici, dans cette œuvre ? D'accord. Alors, en fait, je collectionne énormément de cartes postales et depuis quelques années, en fait, je m'intéresse aussi à l'évolution de ces cartes postales et en fait, je les achète tout simplement dans les marchés de brocante et selon sur ce que les cartes qui me parlent, que je trouve qu'elles me manquent en fait dans ma collection, donc j'en récupère. Par exemple, je demande souvent les cartes postales sur le Maroc et quand j'arrive, le vendeur me demande « Vous voulez Meknès, Fès, Marrakech, etc. » Et en fait, la valeur de carte postale est liée vraiment à la date de s'il y a une histoire qui se raconte derrière, si la date qui crée, etc. Et qui elles sont plus chères qu'une carte noire et blanc très simple du Maroc, en fait, parce qu'on peut en trouver des copies ou bien en fabriquer aujourd'hui, c'est très facile. Mais en fait, c'est celles qui sont où il y a une histoire racontée avec une date qui a plus de valeur et la rareté aussi des objets. Dans ma démarche artistique, en fait, la part historique du lieu m'intéresse de l'intégrer dans les œuvres que je fabrique, en fait. Et du coup, et notamment, je collectionne énormément de cartes postales et qu'on voit ici dans l'installation. Et comment, en fait, pendant cette période-là, les colons en fait représentaient l'image du Maroc à travers ces cartes postales. Et donc la tente, les structures que vous voyez, c'est en effet c'est des tentes, c'est plutôt des structures de tentes, mais juste il y a juste l'armature, la sature en fait, on voit l'intérieur, donc c'est transparente, comme un dessin en fait qui est extrait des cartes postales. Et j'essaye de faire en fait le lien avec notre époque contemporaine aujourd'hui, où on voit le côté néfaste de la colonisation, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui en fait les camps ont changé de côté, c'est-à-dire avec l'arrivée d'immigrants en Europe et la création des camps des réfugiés un peu partout avec les mêmes structures fragiles, des tentes, des récupérages, enfin des matériaux récupérés, etc. pour construire un abri. Thank you.
زوم على المسرح وبالضبط على تجربة فريدة من نوعها مع فرقة أكواريوم اللي كتعتمد في العروض ديالها على تقنيات المسرح المنتدى أو تياتر فوروم. حضرنا العرضين الدري وتشربيكا من إخراج نعيمة زيتان واللي كيطرقوا المواضيع من قلب المجتمع. المشاهد المسرحيين اللي غادي نشوفهم اليوم واللي العنوان ديالهم الدري والتشربيكات اللي في سعيد عامل وإيمان الرغاي كيندرجوا ضمن مسرح المنتدى أو التياتر فوروم. هو مسرح كتشتغل عليه فرقة ديال الأكواريوم بهدف تحسيس وتوعية ببعض القضايا اللي كان نعتقدوا أنها ذات أهمية بالنسبة للمجتمع المغربي، خاصة في هذه المسرحية كانت توجه خاصة للشباب والشابات المغاربة على اعتبار أن ظاهرة الأمراض المتنقلة جنسيا يجب التوعية بها للحد من الأمراض المنتشرة من هذا الإشكال والأخذ الحيطة والحذر من مظاهر قد تكون منتشرة في المجتمع. هو عمل بالدعم ديال الفنياب، اشتغل عليه طاقم جدي فنانين محترفين كلهم خريجين المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. كنطمحوا اننا نحققوا الاهداف ديالنا من خلال هذا العمل المسرحي. شنو قال لك الطبيب ديالك؟ ما قال لي والو حيت ما مشيت عند حد. علاش بليتي ما وجدتي الصينيه ديالك؟ هاي ناضي لا يخلق هسه بلاش والله بلاش يخلق لا الدنيا هانيه لا مزيان الحركه ليها مزيان. سيري يا بنيتي الله يفك حيلك على خير. امين. سيري يا بنيتي الله يرضي عليك. رانا راضيه عليك. سيدي محمد. هادشي اللي كتقولي يا كريمه على الحبايه ديالها راه ماشي عادي، خطير عليها. ويا الا جيتي تشوف ما كانش عليها كاع تعاود تحمل. تويني ترا صعابين في الحباله وصعابين في الولاد واختها تاع تحمل راه هي باقا ما كملاتش 3 شهور عاوتاني حملات. لا بنيتي ما كاين لا عذاب لا والو. تمرتو حلوة زول مجرب. أيها خالتي تمرتو حلوة كنموتو كيما قلتي لها صعابين خصهم الراحة من بعد وعاد صعابين تفطر التربية ينعسو بجوجي كيقو بجوجي بغيو يرضعو بجوجي إلا مرضت لا غير شي وحدة تعادلها أخرى. المشهد ديال الدري هو مشهد تيتكون من 5 ديال الشخصيات، الام والابن والبنت والنسب. تيهضر على موضوع ديال الدري والاهميه ديال الولد في المجتمع. يعني المراه ماشي مهم الصحه ديالها ولا هذا، ولكن اللي مهم هو انها خصها تكون تتولد. الا ما كانتش مراه كتولد يعني ما لا تعتبر انها مراه كامله، وخصها تكون تولد الولد. يعني بحال تنلقيو الضوء على واحد الخلل كاين في الرؤيه ديال كيفاش كنشوفوا المراه وكيفاش كنشوفوا الرجل. هاد الدور اللي لعبها هو الدور ديال الام اللي كتكون متسلطه، اللي كنحسوا من خلالها بحال كاين واحد التمييز ما بين الذكر والانثى. الام اللي كتفضل الرجل ديال بنتها على الزوجه ديال الابن، يعني كتدخل لهم في شؤونهم الخاصه، كتدخل لهم وقتاش غادي يولدوا، الا ما ولدوش مشكل خاصها تبدل لي الزوجه ديالو باش تقلب ليه على مراه اخرى باش تولد. وما عرفاش بانهم راه متفقين هما بالاساس على انهم يختاروا الوقت اللي ولدوا فيه وامتى وكيفاش. فوالا وانا عندي هاد الدور ديال هاد الام. بنتي ولدي يا بنتي في الدار ما فيها باس. علاش بكل اللي هضرتي انت فين تولدتي فيه؟ توجعت
هذا عندنا واحد جوج ديال المشاهد اللي داخلين في اطار مسرح تفاعلي تيطفوهم في اطار في موضوع ديال الصحه الانجابيه. هاد الموضوع اللي الان كتناقشوا كل من مسرح الاكواريوم وكذلك بشراكه مع صندوق الامم المتحده للسكان واللي كيحاولوا من خلاله ابراز بنود الميثاق الدولي لحقوق الانسان اللي عنده علاقه بالصحه الانجابيه. بطبيعه الحال هذه المشاهد كاين واحد المشهد اللي هو في العالم القروي، واحد المشهد اللي هو في العالم يعني في المجال الحضاري، واللي كيعالج واحد مجموعه من الاشكاليات اللي كيعيشوها الازواج وبعض الاسر في هذا المجال ديال الصحه الانجابيه. بطبيعه الحال حنا في هذه المشاهد نطرح فقط الاشكاليات، والمعالجه كتجي من الجمهور من خلال المشاركه ومن خلال الحوار اللي كيتفتح معهم في اثناء بعد نهايه كل مشهد. كنعتمدوا دائما على وجود ضحية، هي من تقنيات التياتر فورم، وجود ضحية، وضعيات خاطئة، وضعيات كطرح إشكال وتساؤلات، وضعيات تستفز الجمهور من أجل أنه التغيير يجي من القاعة. هناك ما يسمى بالجوكر اللي كيلعب الدور ديالو اليوم سي مصطفى الزعتراوي، كيفتح واحد النقاش كيأطر هذا العمل المسرحي، كيوضعه في الإطار الحقوقي والقانوني والتشريعي، ومن بعد كيفتح نقاش مع الجمهور وكيحاول يستدعيهم انهم يطلعوا للخشبه باش يصحوا هاد الوضعيات هادي اللي هي نشاز داخل العرض. تعال ما عرفتش شنو طرا لنا داك النهار. المهم مع الدراري يعني الناس الخدمه وهذا قال لك اودي راه فسالينا راه وقعات شي حوايج وكذا وهذا، انا ما عقلتش ولكن تقدر ما عرفتش. وانا دابا شنو ندير؟ دابا شنو هو هاد الزهري راه ماشي شي خطير خاطر. وانا ماشي شي خطير خاطر، يلاه تعالجوا. ايوا انا قلت لك شي حاجه زعما غير الا كان زعما تا انا واش انا دابا نكون مريض تا انا؟ وعلاش الحال؟ انا كنت مريض راه خصنا نتعالجوا بيان سير. وحنا كيف ما بدينا العدد نختموه موسيقيا هذه المرة مع الفنان التونسي نضال يحيوي من مواليد منطقة بارغو، كينبش في التراث الموسيقي لجبال الشمال الغربي لتونس. النتيجة موسيقى مزيج بين إيقاعات عصرية والموسيقى الشاوية. الله يا العين السودة قولي لي واش الحلا، سلم لي على زرق الوشمة تمشط والدير بالخجل. We'll be right back.
سميني ضالي حيوي ميوزيسيان شانتور تونسي عملت كونسيرفاتوار في تونس وعملت دي شون كلاسيك ابخي ناس فعود وشوية إليت وترية ابخي جي كومونسي ا ترافايي سور الباتريمون تونسيان انا اصلي من الشمال الغربي التونسي وخدمت على القصبة والذكرة والآلات الإيقاعية طبل والبدير جسكو عملت مون برومي بروجي كي سابيل بارغو 08 خاطر جاي من قرية بارغو من القرية اللي أنا جيت منها أبخي عملنا بروجي اسمه حلفاويين خدمنا على المزود وعلى الكورنوميوز تونسيان وعلى الريبرتوار متاع النوب التونسية وسنة عملنا البروجي جديد كيسابل الشاوية اللي هو يحكي على الموسيقى الشاوية من شمال غربي تونسي والمنطقة المقابلة في الجزائر. يا ابني تصور يا قدام الجزر يا ويلي الواد طالع نتصور يا ابني تصور يا قدام الجزر يا وحبيت يا هواشي صبرنا يا وهلالي الواه على ازرق باللون les mêmes instruments le gasba et le gasba ou le bendir après فما شويه لي ميلودي يتبدلوا شويه من حتى من قريه لقريه ديجا يتبدل شويه الميلودي فما حاجات سبيسيفيك توينسا فما حاجات كون بارتاج معناها في نفس المنطقه هذيك مع الجزائر الحاجه السبيسيال في الموسيقى اللي نعملوا فيها هو On cherche des sonorités. Je donne. On a une fusion. On a une musique. En fait, on a une musique qui est la même. Les rythmes, les mêmes mélodies. Mais là où j'ai des sonorités, je donne. 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 التراث في البلدان زاد شمال افريقيا كل كبير ياسر البحر هذا انا اشاك فوا نخدم على انسترومون والريبرتوار اللي معاها معناها خدمنا على القصبه والريبرتوار اللي معاها خدمنا على المزود والريبرتوار اللي معاها الطبل الذكره وكل مره وقت اللي تجي فرصه نخدموا اكثر على الموسيقى هذيا انا بالنسبه لي انا بور لو مومون مازلت شاد صحيح في الموسيقى الشعبية في موسيقى التراث التونسي والجزائري والمغربي زادة معناها خد كل ما مربوطين بسلسلة مع بعضنا فما نفس السنس فما نفس العيشة والإحساس والانفيرونمون اللي خرج كما نوع الموسيقى هذه
سكنة جعك سريك وعشى الفيافي سكنة جعك سريك وعشى الفيافي سكنة جعك سريك وعشى الفيافي وهيا نرحلوا بنايك يا الزين الصافي وهيا نرحلوا بنايك يا الزين الصرايفي سكنة جعك سريك وعشال الزنقة سكنة جعك سريك وعشال الزنقة سكنة جعك سريك وعشال الزنقة وهي أنا رحلو بنايك يا العين الزرقة وهي أنا رحلو بنايك يا العين الزرقة سكنة جعك سريك وعشى جمودة سكنة جعك سريك وعشى جمودة سكنة جعك سريك. كانت هذه كل مواد عددنا اليوم. إلا بغيتوا تعودوا تشوفوه أو تواصلوا معنا ما تنساوش صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لابليكاسيون ماي دوزام وموقع القناة الثانية دوزام.با. كنتمنى لكم فرجة ممتعة مع بقية برامجنا. تصبحوا على خير.